أعزائي المشاهدين والمشاهدات، هلا بيكم. حلقة جديدة من حلقات ساعة مع نيبال، وطبعا الأحداث الراهنة اللي احنا بنمر بيها والموجة الثالثة اللي احنا داخلين عليها في جائحة كورونا، طبعا كان لازم ان احنا النهاردة نتكلم عن الموضوع. بس قبل ما نبدأ الحديث أو الكلام، عايزة أقول إن إحنا في الأول كورونا خدت معانا شكل معين، كان في خوف وذعر وقلق وتوتر. شوية بشوية الكيرف فضل ينزل لدرجة إن إحنا وصلنا حاليا إن تقريبا نسينا إن في حاجة اسمها كورونا. تنزل أي مكان، تروح أي مكان، مفيش التزام بالماسك، مفيش التزام بالاحتياطات الاحترازية اللي المفروض تكون، قليل جدا جدا اللي ملتزم بالأمور دي واللي بياخد الاحتياط الكامل لموضوع كورونا. النهاردة هيكون معايا الدكتورة منة خالد خبيرة التغذية، واللي هنتكلم معاها على ان ليه الكيرف نزل بالشكل ده والناس نست ان في كورونا ونعمل ايه في المرحلة الجديدة اللي احنا داخلين عليها. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا منة، نورانا. اهلا بيكي، ميرسي. انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده، واحنا كمان مبسوطين ان انت موجوده معانا، بالذات ان انت كمان كان ليكي فيديوهات توعيه عن جائحه كورونا. حقيقي يا ترى كنت شايفه منا ان الفيديوهات اللي انت عاملاها في استجابه، في استجابه ليها؟ هو انا بدات فعلا من اول ما بدا موضوع كورونا، لان انا غير ان انا كان عندي فضول، كل الناس اللي حواليا برضو كانت بتسالني انت تعرفي ايه الموضوع. يعني انا بدات حملات التوعيه دي من اول شهر 2، اول فيديو ليا عملته لكورونا عشان اعرف الناس ايه هو وعباره عن ايه كان في شهر 2. فابتدت بقى الناس تسالني كل ما يحصل ابديت جديد مثلا في العالم، طب ده رايك فيه ايه، طب قولي لنا. فبقيت يعني مرتبه الفتره اللي فاتت كلها نفسي، انا عملت سبسكرايب وحاجات كتيره جدا للدراسات، بقت تتبعت لي على الايميل من، وادخل على المقالات المكتوبه والدراسات، احدث حاجه بتنزل عن الموضوع عشان ابقى ملمه بكل التفاصيل، عشان انا حابه ان انا لقيتي استجابه، يعني لقيتي ان فعلا الناس بتسال وعايزه تعرف. لقيت كتير. طب انت من وجهه نظرك شايفه ان الكيرف نزل ليه؟ هقول لحضرتك، اولا الكيرف نزل لان في ناس جات لها كورونا وخفت، وفي ناس جات لها باعراضها قليله. تمام. وطبعا في ناس تعبت كتيره، بس النسبه الاكبر كان بيجي لها وبتخف، فالناس ابتدت تحس اللي هو طب ما هو ممكن يبقى شبه دور انفلونزا تقيل ولا حاجه. فالناس ابتدت تستهون شويه، ابتدت مثلا تروح في تجمعات وترجع تاني وتلاقي نفسها كويسه، فتقول خلاص عدت المره دي على خير. أيوة. وهكذا مع كل مره، فالناس ابتدت تقل الاحترازات والسلامه. بس كان في حالات بتبقى صعبه، وفي حالات كتيرة كان نهايتها الوفاه. طبعا. فبرضو هو لحد دلوقتي انا بقول المرض لا مش بسيط، خطير، وبتفضل ليه مضاعفات. انا للاسف، هل احنا كشعب مصري بنقول بقى ربنا الحافظ وربنا الحافظ، ماشيين بالبركه كده يعني ما عندناش مشاكل في حاجه؟ ده 100%، ده كل واعتقد ان ده السبب، لان دلوقتي لما بتنزلي الشارع على خير المره دي بتشوفي الناس ماشيه طبيعي جدا، وانت اللي حاجه مختلفه، يعني بيبصوا لك ان انت لابسه الماسك وبتاع وماسكه الموضوع غريب حلو بتاع ايه اللي انت بتعمليه، مش قوي كده يعني. في ناس ابتدت تتريق كمان، اللي هو يا عم ما كلنا جالنا كورونا، يعني هيحصل لك هيحصل ايه يعني؟ ده اللي بيحصل للاسف. انت بتشوفي المرحله الثالثه اللي احنا داخلين عليها، هل اعراضها او هتكون مختلفه عن اللي فاتت؟ انا اقول لحضرتك على حاجه، هي هتبقى مختلفه لسبب، لان بقى في ملقحين كتير. الملقحين ممكن يكون الجهاز المناعي بتاعهم كون يعني آلية دفاع ضد كورونا بس الغير متحور حاليا. ففي ناس ممكن يجي لها كورونا ما يظهرش عليها أعراض تماما، وده أنا شفته، يعني هو حامل للمرض وممكن يصيب الناس فما يظهرش عليه أي أعراض تماما، ممكن الأعراض تبقى خفيفة، ممكن شوية رشح،
زي اي حد مثلا احنا داخلين على الموسم الجاي موسم الحساسيه فهتتم اللخبطه كتيره جدا. فالاعراض هتبقى متفاوته ما بين شديده وما بين قليله وما بين مش موجوده. فالموضوع هيبقى يعني مش عايزه اقول مخيف بس عايزه اقول ان هو مربك. يعني مش هنقدر الى حد ما نقدر نسيطر عليه غير ان احنا نرجع للاحترازات تاني او ناخد بالنا. وحته تانيه كمان مطلوب برضو توعيه قويه، وان كل يعني كل الناس تتكاتف مع بعضها طبعا. ان هي تقدم توعيه قويه للمجتمع لان حته اخذ الامور ببساطه وهي طبيعتنا كمصريين بالزبط. فيها نوع دي من الاستهتار يعني برضو بت بت بتودي للتهلكه يعني طبعا. يعني يعني مشكلة مش قليلة يعني بالزبط. زي ما بقول من شوية ان فعلا الناس شبه نسيت الامر، نسيت ان في كورونا. دي حقيقة. يعني حتى كنا لغاية فترة من الفترات لسه قريب ما كناش بنسلم، دلوقتي بقى كله دلوقتي بقى بنسلم وبنحضن ومفيش اي مشاكل في اي كله حاجة. كله رجع تاني. هتلاقي حضرتك الاغلبية دول منهم مثلا جالهم كورونا وخفوا او خلاص مطمنين، يعني اللي هو ماشيين بالبركه زي ما بنقول. يعني نوع فعلا الاطفال بقى هو لحد الدراسات اللي فاتت الحاجات اللي فاتت كانت بتقول انها ما بتصيبش الاطفال، بس النوع الجديد اللي هو الدلتا فارينت في حالات بره مصر للاسف في اطفال اتصابت بيها. ثم لسه بقى بيدرسوا الموقف بالظبط، بس هو الفكره ان الفيروس ده يعني بيتحور ازاي. خليني اشرح لنا بقى يعني اشرح لك الموضوع ببساطه جدا. دلوقتي هنتخيل مثلا ان جسم الانسان ده عامل زي كالون الباب، تمام. الفيروس الجزء الجسم اللي عليه اللي بره ده عامل زي المفتاح. انا دلوقتي قويت مناعتي مثلا او خدت اللقاح او اي حاجه، فالجسم بقى عارف شكل الفيروس اللي جاي، يبقى الكالون عارف شكل المفتاح. تمام فهيقفل الكالون، هيجي المفتاح الفيروس يدخل مش هيعرف. الفيروس بقى بيتحور بيغير الشكل اللي بره شويه، يدخله مثلا يمين شكل المفتاح يتغير شكل البروتين يبقى غير حاجه تانية مختلفه، فيبدا يدخل على الجسم وممكن بقى بسبب التحور ده الجسم ما يتعرفش عليه فيبدا الانفكشن ويصيب تاني ايه الجسم. الموضوع دي ابسط طريقه ممكن اقدر اوضح بيها، طبعا الموضوع بيبقى معقد اكتر من كده بكتير بس انت قلتيه بطريقه مبسطه. يعني انا بحب اشرح الطريقه مبسطه لكل الناس. طب نعمل ايه يعني؟ هل الاحتياطات دلوقتي مختلفه؟ التعليمات اللي ممكن تتوجه للمواطن مختلفه عن الاول ولا هي يعني نلبس الماسك، نطهر ايدينا، النظافه، ما نسلمش، المسافات؟ لا ده طبعا اساسي. هو بس الزياده ان طبعا يعني انا بناشد دايما ان الناس تتجه انها تاخد اللقاح. يعني هو بس في مفهوم غلط، في ناس تقول لي انا خدت لقاح وجالي كورونا مش لازم بقى يبقى كله. لا ما هو اللقاح ده معمول مش عشان يمنع الكورونا، هيقلل التعب بالظبط، هيقلل الناس مثلا اللي كان مقدر انها يحصل لها يعني سيريس انفكشن او الموضوع يتطور للاصعب او ممكن يؤدي للوفاه اعراضها تقل، يبقى مثلا الموضوع جاي لها سيفير او اقل شويه، او الناس اللي كان ممكن يجي لها بسيط ممكن ما يجيلهاش اعراض خالص. يعني احنا بنقلل المخاطر مش بنمنع كورونا، ده المفهوم اللي انا كنت بحاول اوضحه دايما. يا جماعه اللقاح بيقوي الجهاز المناعي زي كده اللي هو شويه جيش واقفين ورا الجهاز المناعي بتاعك، عشان الجهاز المناعي لو قل شويه الجيش ده ايه يساعد، بس مش هيمنع. زي التطعيم الانفلونزا بالظبط، كل سنه بيتغير. ما هو مش بيمنع الانفلونزا بس بيكون لما بيصاب بيها الانسان بتكون اخف من الطبيعي، الاعراض مثلا الحراره الحاجات دي كلها بتقل، فبتبقى يعني انا بقول يعني بتبقى اكثر حنيه شويه على الانسان. مظبوط، دي حقيقه. موضوع المناعة وتقوية جهاز المناعة برضو من الحاجات المنتشرة جدا الفيتامينز طبعا. فطبعا احنا كمصريين بنديها بقى ومش في المغنى يعني ناخد فيتامين ايه على سي على يعني ايه، هو شوية كده حلوين اللي هو جهاز مناعي إيه؟ بقى انتوا بتعملوا ايه انا بقوي جهاز المناعة فهل ده صح؟ لا هو في حاجه اسمها الار دي اي، دي الريكومندد ديلي دوز، دي اللي بيبقى الجسم محتاجها يوميا من فيتامينز. تمام. دي عامه بتبقى يعني المفروض ان احنا ناخدها من الاكل، بس بما اننا كلنا يعني مش بناكل بقى الخضار والفاكهه بصوره يوميه وبطريقه كويسه، فبنحتاج سبلمنت خارجي عشان نقوي جهاز المناعه ده.
اولا ما ينفعش يعني ناخد من نفسنا كده عمال على بطال. المالتي فيتامينز كويسه ما فيهاش مشكله، بس ما ينفعش تستمر لمده طويله، يعني باخدها مثلا 3 شهور واوقف شويه وبعد شهرين مثلا ولا حاجه وبعد كده ارجع اخد فيتامين يعني ثاني. يعني برضو دكتور منى، هل المفروض ان يبقى في تحاليل وبعد التحاليل يبقى في طبيب، او قبل التحاليل يبقى في طبيب وبعد كده هو اللي يقول لنا ويشوف التحاليل دي وبعدين بعد كده هو اللي يدي الروشتة بتاعت الفيتامينز عشان ما دخلش حاجه زياده؟ هو ده طبعا ولا افضل حط ولا برضو انواع مع بعضها؟ بالتالي برضو غلط. لا لا بالظبط، في حاجات يعني طبعا ان يبقى في انواع وفي حاجات مع الاكل. يعني عايزه اقول لحضرتك في حاجات مثلا فيتامينز بتدوب مثلا في الفات في الدهون، وفي مثلا فيتامينز لازم اخدها على معده فاضيه، وفي فيتامينز لازم اخدها في وسط الاكل. في تعليمات كثيره، فالقضمة يعني بسبب جائحه كورونا والوقت اللي احنا فيه، فاحنا بنسهل على الناس الموضوع. عايز تاخد فيتامينز اوكي، يعني حاليا الوضع ان احنا ممكن ناخد من نفسنا مثلا مالتي فيتامينز او ناخد مثلا زنك وناخد معاهم فيتامين سي. لكن في الامور الطبيعيه الافضل ان انا احلل واروح لدكتور واشوف ايه اللي ناقص عندي وده اللي زوده وده اللي قلله. بس عايزه اقول لحضرتك يا منى برضو بيقولوا يعني احنا في ناس ما عندهمش القدره الماديه، ما عشان كده بقى انا بقول لحضرتك قولي لهم ايه يعني ايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض انا كفرد عادي حاليا اخدها؟ فيتامين سي وزنك حاليا، دول اهم سي والزنك دول لتقويه الجهاز المناعي. دول حاليا بسبب جائحه كورونا، يعني حتى برضو بيبقى موجوده في البروتوكول مثلا للناس اللي جالها كورونا او كده، عشان ده يقوي الجهاز المناعي بتاعها، فيتامين سي وزنك. دول افضل حاجتين. وبالنسبه للاطعمه انا ممكن اقول لحضرتك بقى على حاجات مثلا اقسمها كده بطريقه بسيطه، دي من الحاجات اللي بتقوي المناعه. خلينا ندخل في الخضروات، مثلا نقول خضروات حمراء طماطم، خضروات الصفراء مثلا زي الفلفل الاصفر او ممكن الجزر كمان. الخضروات يعني والبنجر بالظبط، دي من الحاجات المهمه جدا. طبعا الحاجات اللي فيها فيتامين سي برضو زي البرتقال والجوافه، يعني انا دايما خضروات وفواكه ونركز قوي على شرب الميه طبعا، عشان دي من الحاجات طبعاً برضو المهمه وعايز جدا. وعايزه اقول لحضرتك للجسم الحركه، الرياضه كمان والرياضة. يعني في حاجتين للاسف انا شايفه ان هي دي اهم شيء جدا، اهم حاجه جدا. الرياضه. طيب ازاي نبدا بقى نقول للناس ان انتبههم للمرحله الجديده بس من غير خوف ولا رعب، وان انا اقدر امارس حياتي الطبيعيه وفي نفس الوقت ابقى برضو واخد كل الاحتياطات اللازمه علشان طبعا هو امر ربنا طبعًا يعني لو اراد امر واقع على العالم كله لكن ربنا بيقول دايما يعني اخد بالي برضو وباقي على ربنا بالظبط، وبعدين الباقي بقى على رب العالمين. يعني ربنا الحافظ بس نقول لهم ايه منا كده سريعا يعني اولا يعني كل اللي ما خدش اللقاح لازم يقدم. هو في ناس تاخد وقت، في ناس تاخده على طول، بيبقى في اولويه طبعا للسن وحاجات دي ممكن يسالوا طبعا هيعرف في الموضوع ده. تاني حاجه الاكل الصحي، الاكل الكويس، يعني لازم يعني انا السلطه دي بحبها جدا، من يعني السلطه ما بحسهاش سايد ديش او طبق جانبي، لا انا اوقات بتغدى سلطه، طبق سلطه كده وممكن اقطع عليه فراخ او مثلا حاجه، دي تبقى وجبه برده متكامله. الخضار والفاكهه وشرب الميه والرياضه مهمين جدا جدا جدا. حد عنده مقدره ياخد مالتي فيتامينز ومينرالز مع بعض ممكن يشتريها من الصيدليه، في بقت يعني الحمد لله بقى في حاجات متوفره، اسعار متفاوته، اسعار في اسعار كويسه، وفي حاجات مستورده، في حاجات لوكال ممكن يقدروا الموضوع يعني كويس برضو بالنسبه للفيتامين سي والزنك. يعني يا منى الموضوع كله متوقف بقى على شويه فهم شويه وعي. نبقى فاهمين ان طبعًا احنا كل حاجه بامر الله، لكن المهم ان احنا برضو نحافظ على برضو نفسنا عشان نقدر نعيش بطريقه يعني سليمه وعايزه وبصحة. اقول لك هو باقي فعلا كله على ربنا، يعني في ناس تقعد تقول انا كنت واخده بالي بس جالي كورونا، هو نصيب بس انت عملت اللي عليك. لا ما هو خلي بالك برضو ده برضو يعني سبب من ان انا اخد بالي اكتر من اللازم، ده بيعمل ده حاله أيوة من الهوس وبيخلي ايوه لو خلاص يعني ممكن يحصل بقى يعني زي ما في الطاقه والتنميه البشريه يقول لك يعني بدل مركز في حاجه فهي كده خلاص هتجيلك. دي حقيقه. أيوة. بما انك معايا وطبعا يعني موضوع كورونا ده مش يعني الكلام مش هيخلص فيه ومحتاجين حلقات كتير عشان نقدم التوعيات الكافية للمشاهدين، لكن
عايزة أخرج بره الموضوع شوية وأتكلم إن أي ست عايزة وشها يبقى فيه نضارة وحيوية وعايزة جسمها كويس وعايزة شعرها ما يقعش، أكيد طبعا. تقول لهم إيه نصيحة كده يعني أنا النهاردة في ساعة مع يعني النيبال؟ هي كلمة واحدة بس، البساطة هي أحسن حاجة. ما عادش تستخدم في برودكت ومنتجات كتيرة كتيرة كتيرة، ده غلط. في حاجات ممكن تعمل انتراكشن مع بعض، في حاجات غلط، في ترتيب معين لروتين البشرة، وممكن تبقى حاجات بسيطة خالص. يعني مثلا سريعا جدا، أنا أغسل وشي الترتيب الصح، يعني من الحاجات الأخف للحاجات الأتقل، غسول، سيروم، كريم، ولو الصبح لازم سان بلوك. سان بلوك ده أساسي، ده السان بلوك ده بيمنع التجاعيد، بيمنع الالتهابات، بيمنع كل مشاكل البشرة. أهم حاجة السان بلوك ده. سريعا كده بالنسبة ودي الحاجات البسيطة أنا يعني، بيزكس يعني بالظبط. ده كمان في دلوقتي أنواع صابون ما بيبقاش فيه مواد كمان طبيعي. طبيعية، بتبقى حاجات طبيعية بالظبط، هتحطيها على يعني هو حاجات بسيطة روتين خالص. بسيط أنت أيوه، تقدري إن أنت تستخدميه لو أنت والروتين السمبل ده على فكرة هو اللي بيجيب حاطة ده في نتائج حلوة، دماغك. بس لازم أهم يعني شيء أفضل مستمرة. إن أنت أيوه لازم تبقي حاطة يعني الست حاطة في دماغها إنها تحافظ على بالظبط. بشرتها وعلى أيوه شعرها. الاستمرار طبعا لازم. منا الوقت طبعا جرى بسرعة جدا، أكيد هيبقى لينا أكيد إن لقاءات شاء الله. تانية نتكلم عن التوعية الخاصة بموضوع جائحة كورونا، إن شاء الله ونتكلم عن المرأة والاهتمام بالنفس وغيره أكيد من طبعا. الأمور اللي بتهم السيدات. بشكرك جزيلا شكرا وبشكر لذوقك، وجودك في ساعة مع نيبال. متشكرة جدا، ميرسي. بين الزوج والزوجة داخل محكمة الأسرة، هو ده هيكون موضوعنا بس بعد الفاصل.